ولا نستعد لدخول أول المتسابقين رقم 271. استعداد أول المشاركين في هذه المسابقة رقم 271. 271 please be ready to come inside.
وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع أول النتائج للفحل رقم 271 كوبرفيلد أورا للمالك السيد فلاح حسين فلاح ومربط أوك ريج إريبيانز والفحل كوبرفيلد أورا من الأب ماجيك ماجنيفيك والأم شانتالي لاس أورا قد حصل على النتيجة التالية للفصيلة 18-19.5-19-19-19-19-19 الرأس والعنق 19-19.5-19-19-19-19-19-19 الدرجة الجسم والانسياب 18-17-18-17-18-17.5 الدرجة القوائم 15.5-6 حكام وحكم 15 أما الحركة 18-18-18.5-18-17-18-18 المجموع 89.50 89.50 total for 271 جميل جدا تفاعل الجمهور مع المشاركين الآن مع نتيجة الفحل 273 اسكيو صاغر من الأب اي اس حرير والأم سي اس اماي المالك مشعل سالم المسباح محمد صافي ومربط الويد وقد حصل على النتيجة التالية في الهوية العربية 19.5 من 5 حكام و19 من حكمين الرأس والعنق 19.5 من 6 حكام وحكم أعطى 19 الجسم والانسياب 18 من 3 حكام 17.5 من 4 حكام أما القوائم ف 15-16-15-14-15-15-15-15.5 الدرجة الحركة كانت 19 من 6 حكام وحكم أعطى 18.5 الدرجة المجموع 90.70 90.70 is for 273
ونتيجة الفحر رقم 274 AQ عنبر للمالك وغانم زيل التوالة والمربي ريم عبد العال سليمان القناي، وقد حصل على النتيجة التالية للهوية العربية 19-19-19-19-19-19-19 الرأس والعنق 18-19-19-19-19-19-19 الجسم والانسياب 17-18-17-18-17-18-18 القوائم 15-16-15-15-15-15-15-15-15 الدرجة. أما الحركة في 19-19-19-19-18-19-19-19 المجموع 89.90 89.90 total 4274. جاءت نتيجة الفحل 276 الفصائل للمالك الفياد ستاد أو مربط الفياد للجواد العربي، جاءت على النحو التالي: الفصيلة 19 4 حكام و3 حكام 19.5 الرأس والعنق 19 من 5 حكام 19.5 من حكمان الجسم والانسياب 18 من حكمين 18.5 3 حكام و17.5 و18.5 القوام 15.5 16.5 15.5 16.16 16. الحركة كانت 18.5 من 4 حكام، الحركة كانت 18.5 من 4 حكام 18-19 و17.5 المجموع هو 90.80 ل267 ألف صاير الفيصل عفوا 90.804276.
ومع نتيجة آخر المشاركين 278 دي واصل للمالك السيد محمود اليحيى ومربط دبي للخيل العربية الصينية بنتيجة ممتازة. قد حصل لي الفصيلة 19 19 19 ونص 20 19 و19 ونصف الدرجة. الرأس والعنق 19 19 19 ونص 18 ونص 19 ونصف الدرجة. الجسم والانسياب 18 18 ونص 18 18 18 18 ونصف الدرجة. القوائم 15 ونص، من 5 حكام وحكمين 16، أما الحركة فكانت عالية 19 ونص 19 19 ونص 19 ونصف الدرجة. المجموع 91.60 والصدارة 91.60 for 278 دي واصل. وأخيرا وليس آخر النتائج على النحو التالي: في المركز الخامس كوبرفيلد أورا، المركز الرابع 274 AQ عمبر، المركز الثالث 273 SQ صقر، المركز الثاني 276 الفيصل، وبطل هذه المسابقة 278 دي واصل. المراكز الخمسة الأولى 278 276 273 274 271 274 273 276 278. Please come to the arena. رجاء من الفائزين الدخول للساحة لاستلام الجوائز. Can we have the winners in the arena please to receive their awards. Unmatched passion. Those are the words that come to mind when talking about Marieta Salas. Her love for Arabian horses started about 60 years ago and never wavered. I was 14 when I saw an Arabian horse. I was completely impressed. Ses Planes has produced endless gold champions. رجاء من الفائزين الدخول للساحة لتقديم الجوائز. When you win prizes is nice, but it comes and goes. When you see a foal, a baby born, this is what impresses me. يتفضل السيد ناصر الغيث عضو اللجنة المنظمة لهذه البطولة لتقديم الجوائز على الفائزين. نرجو من الفائزين الخمسة الدخول للساحة. Can we have the first five winners inside the arena, please? دخول الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى إلى الساحة. ويتفضل مرة أخرى السيد ناصر الغيث بتقديم الجوائز على هؤلاء الفائزين. ومع دخول الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، ألف ألف مبروك، مبارك لجميع الفائزين، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ في هذه الأمسية الجميلة. ألف مبروك للفائز بالمركز الأول
دي واصل. وألف مبروك للمالك السيد محمود اليحيى من دولة الكويت، الظفر بالمركز الأول. Congratulations to the winner of this category 278 دي واصل. And of course special congrats goes to the owner Mr. محمود اليحيى from the state of Kuwait. ومبروك للحاصل على المركز الثاني الفيصل 276 ومربط الفياض للخيل العربية الأصيلة. ألف ألف مبروك. والمركز الثالث إسكيو ساغر مربط الود محمد صافي ومشعل المسباح. ألف ألف مبروك وصولهم على المركز الثالث. المركز الرابع 274 إيكي أمبر والمالك السيد غانم زين القولة ب 89.90 وآخر مراكز هو المركز الخامس كوبرفيلد أورا هي المالك السيد فالح حسين فلاح أو فلاح حسين فلاح من دولة الكويت. كذلك ألف ألف مبروك الفائزين. على اللقاء بكم غدا بمشيئة الله تعالى مع مسابقة